5 جويلية 2022 يعني كما حقق أجدادنا وأباءنا الاستقلال السياسي، لما لا نحقق الاستقلال الاقتصادي في هذه الذكرى هذه؟ يعني طموح كبير كوسيدار هي اللي قامت بإنجاز هذا المشروع تاع جيني سيفي على 10 كيلومترات، يعني الخط هذا كوسيدار المؤسسة الوطنية تاعنا الله يبارك. هذا يدل باللي المؤسسات الوطنية الله يبارك تحمل مسؤولية في هذه المشاريع هذه، وهذا شيء كبير وعظيم بالنسبة لنا هنا أن كوسيدار تنجز هذا المشروع هذا على 10 كيلومترات بعد. وهذا يعني يدفع بنا نقول بان لوتي دو برودكسيون ناسيونال يعني لازم نقدروه ولازم نثقوا فيه ولازم منا والفوق كل مشاريع المهيكله نعطيوها لهذا لوتي دو برودكسيون كي سوا بريفي وبيبليك، ان شاء الله ندعموها والمشاريع المستقبليه تكون لها ان شاء الله.